أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم أن لقاءاته المتواصلة مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تكشف مدى حرص سموه رعاه الله ومتابعته الحثيثة والمامة بحيثيات الواقع العراقي. وقال الحكيم في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في مقر جمعية الصحفيين الكويتية إن الوضع في العراق يحظى بأهمية كبيرة لدى القيادة السياسية الكويتية، وقد شعرنا أن سمو أمير البلاد رعاه الله مطلع تماما ومتابع بشكل حثيث ما يجري في العراق وملم بحيثيات الواقع العراقي من خلال ما يثيره سموه رعاه الله وملاحظاته القيمة وتعقيبه، وهو ما يلتمس منه إلمام سموه حفظه الله الواضح بهذا الملف وتعقيداته. ونعرف جيدا أن البلدين الشقيقين العراق والكويت يعيشان حالة متقاربة في المصير، في الظروف. ما يجري في العراق ينعكس على الواقع الكويتي. الاستقرار في العراق مقدمة للاستقرار في المنطقة برمتها، والكويت أولى الدول التي تستفيد من هذا الأمر. لذلك ما يجري في بلادنا بالحقيقة يحظى بأهمية كبيرة، ودوما شعرت أن سمو الأمير مطلع تماما ومتابع بشكل حثيث لما يجري في العراق وملم بحيثيات الواقع العراقي من خلال إثارات سموه وملاحظات القيمة وتعقيب على ما يذكر. يلمس الإنسان منا إلمام واضح بهذا الملف وبتعقيداته.